بعد تصاعد الأحداث في غزة وقصف مستشفى المعمداني بدم بارد، مستشفيات كتير أعلنت خروجها عن الخدمة بسبب نفاذ الوقود والمستلزمات الطبية، والوضع أصبح كارثي. مفيش أكل، مفيش مياه، مفيش وقود، ومفيش علاج. حتى اللي نجوا من قصف البيوت والمساجد والكنائس بأعجوبة بقوا يتقصفوا في المستشفيات ومدارس الأونورو، ويتم حصرهم وتجويعهم بدون رحمة. شبح الموت في غزة بقى هو ونسهم في الليل، وصرخة الأمهات مزيكا عالية بتطرب ودان إسرائيل. إسرائيل اللي بنك أهدافها الأول هو الأطفال الأبرياء يوسف وفراس وكمال وشام وغيرهم. النهاردة المصريين صحيوا على خبر حلو، لأول مرة من أسبوعين يتفك الحصار عن معبر رفح وتدخل المساعدات لأهلنا في غزة في محاولة مشروعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. شباب مصر نايمين على الحدود بقالهم أيام مستقتلين على الدخول، عربية المساعدات ما اتحركتش من مكانها رغم ضرب المعبر في انتظار اللحظة اللي تلمس فيها طرف فلسطين وتوصل لأهلنا في غزة. مشهد من حلاوته وتعب انتظاره خلى الشباب المصري يسجد سجدة شكر ربنا سبحانه وتعالى على فتح المعبر وبدء دخول شاحنات المساعدات. حقيقي فرحة المصريين النهاردة ما تتقدرش بتمن، وإن شاء الله تكمل بفك الحصار ووقف العدوان على الأراضي الفلسطينيين والمدنيين العزل، ويرجع الحق لأصحابه خصوصا مع انعقاد قمة السلام اللي دعا لها الرئيس السيسي يوم السبت الموافق 21 أكتوبر 2023، واللي انعقدت في مصر وقت فتح المعبر وعبور المساعدات من أجل بحث القضية الفلسطينية وخفض التصعيد في قطاع غزة. وشهدت القمة حضور دولي واسع، وللجدير بالذكر أن فتح معبر رفح البري تزامن مع الإفراج عن 2 من الأسرى الأمريكان بالأمس وهي أم وبنتها بعد جهود قطرية، وطالب الجانب المصري بفتح مستدام لمعبر رفح مع إشراف الأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني ومؤسسة الأونارو. والنهاردة هو أول يوم لفتح المعبر اللي اتفتحت معاه طاقة الأمل لأهلنا في غزة وعند كل المصريين اللي غردوا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي. نوران كتبت: المصريين كلهم طايرين من الفرحة بدخول المساعدات من معبر رفح لإخواتنا في فلسطين. مصر مش بيهمها تهديدات وتحذيرات، قالت المساعدات هتروح وودتها، يوصلوا بالسلامة إن شاء الله. وعبد الرحمن قال: الواحد صحي على خبر جميل إن مصر الحمد لله دخلت شاحنات المساعدات لأهالي غزة، يا رب هون على أهلنا في غزة. أما باسم فكتب: 10 أيام مرابطين وعزيمتهم لم تلين، شباب مصر وسجدة شكر ودموع فرح غير عادي، المصريين أكتر ناس شايلين القضية على كتفهم. ميرو كتبت: منظر يسر القلب والله، علم مصر منور على شاحنات المساعدات، مسافة السكة وهيوصل لإخواتنا في غزة إن شاء الله، توصلوا بالسلامة يا رجالة ربنا ينصركم. أما صحر قالت: مصر تفرض كلمتها وتفتح المعبر للمساعدات الفلسطينية لإخواتنا في غزة، وعدت ووفت وإن شاء الله يوصلوا بالسلامة. ورهام استنكرت التأخير وقالت: الشاحنات بقالها أسبوع على الحدود منتظرة موافقة إسرائيل، ودخلوا 20 شاحنة من أصل مئات الشاحنات واختاروا الأدوات الطبية ولم يسمحوا بمرور الوقود، عكس سارة البدري اللي كتبت: والله إن فرحتنا أكبر من فرحتهم بعبور المساعدات. وهجر قالت: الواحد هيعيط من الفرحة والله. مشاعر المصريين اتجاه الفلسطينيين النهاردة اترجمت لأفعال، فلسطين ومصر إيد واحدة، شعبين بقلب واحد، وإن شاء الله فتح المعبر هو البداية والنهاية قريب هتتكتب بإيد أبطال غزة الصامدين، وولاد العم آخرهم معروف وزوالهم مكتوب. ادعوا لغزة وأهلها وساعدوا في نشر الحقيقة، لأن الوعي أقوى من الرصاص.